عايز اكلم اتنين، الاستاذ اللي ما بيصليش عايز اقول له انت ما بتصليش ليه؟ يقول لي طب ما تزعقش من غير زعيق، انت ما بتصليش ليه؟ والتاني اللي انا موجه له الكلام اللي بيصلي ويفوت، التالت اللي بوجه له الكلام اللي بيصلي من غير نفس، من غير روح، من غير لذة. عايز انادي التلاتة اللي ما بيصليش وبقول له انت ما بتصليش ليه؟ ها؟ والتاني اللي بيصلي ويفوت، ايه يا ابني؟ حد يدوق وبعدين يبطل؟ اكيد ما اتبسطتش ولا استمتعت. والتالت اللي بيصليها من غير نفس، اداء واجب يزحها من على دماغه وقال جربت مره. الشوق الى حمام دافئ، هي دي الصلاه. لو ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات في اليوم والليله، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ مش مشتاق. دنيتي فيها الا صلاتي ما اخليها، هي حياتي دنيتي فيها.